الأب تاعو عنده زوج سكنات، واحدة فيها ساكنين هما، الثانية قسمها الخوته يعني زوج خوته. بصح العقد مازال على اسم الاب ديالو، ثم ماشي قسمها، عطاها لهم، عطاها لهم هبه نسموها هبه، ماشي هبه نو نو، عطاها سلفها لهم. اوكي سلفها لهم. قال لك حنا كي كبرنا هو بغى يبيع هذه السكنه ويعطي نصيب لخوتو باش يشرو في جهه اخرى، مع العلم ما يسالوش في هذه السكنه. الان ما حبش بويا يبيع، وقالوا ما حبوش هما انه الاب تاعو يبيع، وقالوا باللي راهم بناو فيها وما يخرجوش. استاذه من فضلك واش الحل هنا؟ بون الحل هنا يسلفها لهم. طيب هنايا الوالد باين باللي عنده مال ولا عقارات بزاف، سلفها لهم الدار هذه، ودابخي واش راه يبوزي لا كيسيون سي ولادو حبوا يستنفعوا بها طبعا، وهذا حقهم مام الوالد حقه. الوالد تاعو ما همش وراثه، نو لانه ما توفاش مازال في الحياه. طيب ومام باباهم من حقه لازم يطالب بالحق تاعو. دوك انا سلفت لك حاجه، فتحت عليك بالك كنت في ضائقه ماليه ما عندكش باش تكري ولا تشري دار ولا، دوك من حقه لازم يريكوبيري الملك ديالو. بصح حنا من الاعراف والتقاليد اوتوماتيكمون ما قدرش يروح يرفع عليهم قضيه باش يحاوزهم، وهي في القانون سي يرفع عليهم قضيه في الاستعجالي باش يخرجوا ويريكوبيري لو بيان ديالو. عباك المصيبه وقتاش صرا؟ كي توفى الوالد بعد الشر، ان شاء الله ربي يعطيه طولة العمر. حنا كون يتوفى الوالد هنا يولوا كاين نزاع مع الورثه، مع الورثه مع عمامهم. دو بريفيرونس يسوي الوضع درك، يسوي الوالد الوضع درك مادامو حي.